أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة لها سؤال عن معاملة الجيران. تقول فضيلة الشيخ: لدينا جيران وعندما نحتاج أي غرض فإننا نأخذ منهم وهم كذلك وهم راضون ونحن كذلك، وقد نزيد على الأخذ منهم أكثر من أخذهم منا أو العكس، فهل يجوز ذلك؟ وهل ندخل في السائلين مع العلم بأن الجميع متفقين على ذلك مأجورين؟ حسن الجوار مطلوب، ومن ذلك قضاء حاجة الجار، يحتاج إلى عارية، يحتاج إلى إناء، يحتاج إلى قرض، يحتاج إلى أي شيء وهو عندكم، فإن بذله له من حسن الجوار، وليس لذلك حد، بل هذا بقدر الحاجة، وما دام الإذن موجود والسماح موجود من الطرفين فلا حرج في ذلك. نعم.